السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على نقولوا لماذا وجه المدرب الدعوة لإسلام سليماني للحضور لمباراة أوغندا وتنزانيا. دخل المهاجم الدولي الجزائري اسلام سليماني نجم نادي سبورتينغ لشبونه، ماشي نجم لاعب راه بدون صيد، ومبكرا الى مركز التحضير للمنتخبات الوطنيه بسيدي موسى في ضواحي العاصمه استعداد لمواجهه لمباراه اوغندا وتنزانيا في تصفيات كاس امم افريقيا، وذلك لتدارك النقص الحاصل في جاهزية اللعاب فنيا وبدنيا بسبب ابتعاده لطول يعني عن المنافسة. وشكل دخول سليماني بداية الأسبوع الجاري إلى مقر التحضير للمنتخبات الجزائرية والتدريب مع المنتخب الجزائري تحت يعني 23 سنة مفاجأة لشريحة كبيرة من المتتبعين بالنظر لوضعية اللعاب مع سبورتينغ لشبونة بعد إبعاده بشكل نهائي عن تشكيلة الفريق منذ تاريخ 17 أبريل الماضي قبل أن يطلب إدارة النادي ببيع عقده. نظروا كذا باش يقول لك باللي يودي علاش جابه وعلاش منا النقص البدني والنقص الفني. غادي على بالكم غادي نقول لكم كي تسرى خاطش الناسق ما كان صحابي ما واحد يلعب واحد يلعب واحد ما يلعبش غير يتريني ماشي كيف انا بالك بلي والله العظيم لا خليها على ربي صحيح خليها على ربي هداف جيبو تصفاوت هداف وطني هداف عجيب بوتي مع الاخر شكون اللي معاه هداب مع النيجر ومع جيب بوتي في الصح ما ماركاوش هادو اللعابه هادو كنت بقى تحسب لهم تسيبو وين ماركاو انت درك حنا عندنا لعاب واجد قال لك ثلاث شروط على ديلور قال لك لازم ما يهدرش لازم يحترم يقعد في البنك ولازم لا وزيدوه فانيك يسيق مقام الشهيد كل يوم على الصباح يبكر يروح فوتينغ يحمي روحو يسيق مقام الشهيد والعشيه مين يبغي فانيك يزيد يسيق مقام الشهيد. بركاونا يا جماعه بركاونا رانا نمشو هاك رانا نمشو براول رانا نمشو براول والله ما غادي نبراو والله ما نبراو الا قعدنا كيما هاك ونزيدو نخلصو والله ما غادي نبراو ما دامكم رابدين الدراع رجل الغاشي والله ما غادي نبراو الا قعدنا كيما هكا. انا نقولكم كيما واحد مكومونتي قال لهم عوار هذاك فرنسي علاه جا ونلقى حبالنا اللي جا زيد صفقتو عليه ميداي طاهالو تاع الشهداء تاع الرجاله اللي ماتت عليها تاع وحدك الميداي ولا صفقتو عليه ما عوار كل صيف يجي لدارهم روح القنبيطة عند نور الدين عمه تسيبه روح القنبيطة عند نور الدين عمه تسيبه يدهم عمامو يدهم يروح عند خوالو نور بالعرج هو خوالو نكوتهم بالعرج روح لعند خوالو بالعرج فاميليا كبيرة روح عندهم تعرف هذه هي عبا ما يجي يجي وكان هداف التاريخي للمنتخب الجزائري عاد الى سبورتينغ لشبونة خلال انتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد لعام ونصف قادما من صفوف يعني انتقاله حر بعد فتح عقده مع نادي اولمبيك ليون الفرنسي يعني وين كانت صفقة فاشلة لكن خلافاته قوية مع المدرب روبن والتي بدأت خلال شهر رمضان وين عجلت برحيله بعد أن اتهمه المدرب البرتغالي بإهمال
ولا مبالاة خلال التدريبات، ولم يتوقف يعني يتوقع الكثير من المحللين أن يؤجل يعني يوجه المدرب الدعوة لسليماني للدخول في معسكر المقبل إلى الخضر. لا أنا ما نتفاجئ ما والو، أنا كيما هكاك وعيط علاه يقول لك هكاك وعيط البنجاح وعيط البن عمري. ها والله هذو كاع حبسوا في رحمة، هذو كاع ضحاوا من أجل الجزائر، هذو كاع واحد زرعوا مبليسي منا، واحد مبليسي مكرهو، واحد مبليسي رصاص في راسه، واحد عنده زوج رصاصات في كرشه، هذو كاع ضحاوا على الجزائر. هذو ما نتفاجئ ما والو، هذا صوالح حنايا كنا بن عمري كان في اليوم قي اللي عيط له يلعب، ماندي مقي اللي عيط له يلعب، في غولي مبليسي عيط له، قديورة مبليسي ولعب في التروازيام ديفيزيون عيط له. لا ما انا نخلع ما والو، انا نخلو هناك راخر بالك شهرين هو مبليسي لعب 17 دقيقة عيط له، لعبوا في مباراة مصيرية امام كاميرون داروا تروا بشي البوست تاعو. على نخلع على ما نخلع ما والو، كاين اللي واحد يقول لك راني صعيط ايوا نورمال، يعني وين عيط له مبكرا يعني المهاجم المخضرم من نقص المنافسة حيث لعب آخر مباراة يوم 17 أبريل حينما شارك في 30 دقيقة فقط من في خسارة سبورتينغ يعني أمام بنفيكا بهدفين لصفر ضمن الجولة 30 من بطولة الدوري البرتغالي. وقال مصدر يعني أن المدرب قرر استدعاء سليماني للمعسكر المقبل رغم عدم جاهزيته الكاملة لرغبته في دعم الهجوم يعني ذو صاحب 33 سنة في خلافة يعني في خلافه مع المدرب يعني تاع سبورتينغ فضلا عن منحه فرصة اللعب أمام أوغندا وتنزانيا والسماح له بظهور على الساحة الدولية قبل حسم وجهته المقبلة. وتابع ذات مصدر تأكيد أن المدرب لم ينسى التضحيات التي كان يقوم بها سليماني في كل مرة من أجل المنتخب. على بالنا تضحيات مدرب اللعاب نورمال، هي تفتح الفتوحات هذول، ها خسرنا تاعش تضحياته، ها لعب وصاييكا، لعب نورمال، حنا نقولو تسجيل تجيب لعابة جديدة، أو تجيبها تبينها على ظهر ليكيب ناسيونال، أو تبينو على ظهر ليكيب ناسيونال، كيما بن عمري ولا تبين فيه بطو يعاودو يبيعوه، أو تبينو على ظهر ليكيب ناسيونال، كيما بلايلي مي جبتو بلا لا ليسونس يلعب في الكوب دافريك، ما عندوش ليسونس، لعبته، ومخلي واحد في واست هام يطير. ياه هاو ندير كيبان هذا مجاهد هذا ولا بتردوا لنا نتوما كيبان تضحيات تاعش تضحيات تاعش تضحيات باطل لعب ما لعبش باطل هذا تاعش تضحيات انا نبقى مخلوع يقول لك ضحاو شا ضحاو خسرنا حنايا ضحاو في 35 مباراة مي جات في الصح خسرنا كان لا تضحيات لا والو كاش هي كاش انا ما كان لا ماندي راه يلعب ولا مشى يلعب والله ما على بالي ما تبعت الشامبيون انا من 29 مارس لليوم ما تفرجش فيهم كاع الا راه يلعب صح مارس يلعب ماندي وليكيدي لعب بالصح لعب اليوم يلعبوا هذا مكان يعني هو يجيب فيه باش يبينوا لي زيكيب ويخدم روحه ويبان روحه عنده لي ماناجر تاعو هذا ليكيب ناسيونال هذا يجيب الواجد انا حاك ما يجري كيما كان ضد هذه السياسه هذه صعب الماضي كمل كيما انا كنت تعبني جيب بن عمري جيب بونجاح اي والله العظيم خاطش هذو كاع نقص منافسه وراهم في سيدي موسى يجلو وين اخرو جيبهم لعبهم كونت تنزانيا وكونت الاخرى وكونت اوغندا ونروحو نجيبو بهم كوب دي موند نروحو نجيبو بهم كوب دافريك نجيبو بهم دو كوب دافريك لعبهم انت اصلا هدرت قلت بلي انا لاج ما يهمنيش انا نحوس اللعب شي مدلي كان علي قلت على قديورة والناس ردوها اه والله لا ما ديش على لاج دير منك ما ديش على جابه لعب لاج
يعني جاب سامع له بالظهور على الساحة الدولية قبل حسم وجهته المقبلة، وتبع وين لم ينسى التضحيات من ثلاثة قرونات بومبا تطلق أحداه وكل جولة التي كان يقوم بها في كل مرة من أجل المنتخب، وعلى رأسه تلك التي وجه فيها إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي عندما رفضت تصريح الالتحاق بأحد معسكرات الخوض خلال فترة تفشي وباء كورونا. وكان بالماضي قد أشاد آنذاك بالموقف نجم نادي لايستر سيتي الإنجليزي. يعني بصح ما نبقاوش يضرك الله يجعل يقعد حتى 2026، ماذا بنا تيقعد حتى 2026 والله العظيم. اقعد اقعد جيت جي فانيك فانيك ضحى كيسموه بن عمري فانيك كان في ليون 2021 في مارس اللي فات، راني يعني عاقله ليها تاع بورتوانا، فانيك كان في ليون فانيك جا جيبه، فانيك جا جيبه جيب بن عمري يلعب، فانيك ضحى في الاخر كيسموه بونجاح ضحى كاع ضحى وجيبهم.